فنان القاهرة السينمائي بسبب إن هي رايحة بلبس إسدال تم منعها، ومهرجان القاهرة السينمائي يعني مكتوب عليه يافطة، يعني اللي يدخل يبقى قلع هدومه. حاجة في منتهى قلة الأدب، حاجة في منتهى قلة الأدب. ازاي يعني يمنعوها من الحضور هند عاكف؟ ازاي يمنعوا هند عاكف من الحضور في مهرجان القاهرة السينما؟ هو لازم اللي يدخل يبقى قلع هدومه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.